بتقول ايوه يعني ايه يبقى كل ما ينزل مع صحابه واكلمه وهو تحت اسمع انهم مطلعين عليا اني الحكومه، ويقولوا له بقى ايه الحكومه هتزعلك ولا ايه، ايه هتضايقك ولا ايه. وهو من ساعه لما اتجوز كان تمام وبيتعامل عادي، دلوقتي بقى حابب انه يقعد مع صحابه اكتر. صحابه بقى اهم مني لدرجه خلاني امنعه انه ينزل معاهم. امنعه. اوكي. حسيت بطفل في ابتدائي، لا معرفش احنا ليه. هنا انا كنت معاها طول الحكايه، جيت فمنعه دي لا ما ينفع بس ماشي. هو يعني هو هيسكت لها؟ ايوه. فقال لها طبعا، يعني اللي هو مرضيش يعني. ولما بتقول له هم اهم مني، يقول لها طبعا صحابي اهم منك، ارجعي بقى اقلبي عليه. كل ده حصل في اول سنه، امال بعد والله 3 سنين وعيلين 3 هنعمل ايه في بعض؟ انا بس عندي حاجه، هي دلوقتي متضايقه ان هو كاتبها الحكومه او صحابه، اي متضايقه. مدالي ما هقول لك على حاجه، مش هو متضايقة ليه؟ مسلم ايه ايه يا اشكي؟ لا على فكره، هي عادي الحكومه ده حاجه حلوه، هي مش شاتمها يعني. ما تسميه هي بقى الحرامي، علاقه متكافئه والله، هي علاقة كده الحكومه متوازنة والحرامي. جدا، علاقة بس فيري توكسيك وفيري نايس. هو مسميكي الحكومة، انتي سميه الحرامي، وقولي لاصحابك عليه ان هو الحرامي انت كمان. بالظبط. وبس و تصدقي تصدقي يا اشكي هيحس ساعتها قد ايه الموضوع مؤذي؟ يمكن لما تعمل كده يحس ان والله الموضوع مؤذي بجد فعلا. بجد فعلا. هي فكرة اوت اوف ذا بوكس، هتخلي العلاقة بالتوتال بقى على بعضها كده توكسيك. طب بجد والله انت شايفة قصة الصحاب عامة، بغض النظر عن كلمة الحكومة دي عشان هقف عندها كتير طبعا، بس فكرة ان الراجل بينزل مع اصحابه بعد اول كام شهر من الجواز وفي الاخر بنصل الى لا مش هتنزل معاهم، لا اقعد معايا، لا كل الرجالة كده، لا انا اصحابي مهمين. اكيد اتكررت مع ناس صحابك وكررت معاكي مع حد تعرفيه. انت بتشوفي الحتة دي ازاي بجد؟ يعني شايفة ان ده ريسبكت وحب بتشوفيها ازاي من ناحيتين؟ ريسبكت وحب لمين يعني؟ من ناحية مين من لمين؟ ناحيتين يعني، لما انا في حد يسيب حد طول اليوم، يخلص شغل يروح مع اصحابه كل يوم واسيب، فين الريسبكت والحب؟ ما انا بقول لك من ناحيه مفيش. الريسبكت ومن ناحيه الحب هو ما فيش حب يعني، خلينا نبقى متصعبه. بصي انا ومن شايفة الناحيه كمان التانية سوري انا بقاطعك، انه لا انا منعته ينزل مع اصحابه، ان انا امنع الراجل انه يخرج مع هي اصحابه. منعت دي لفظ صعب شويه يعني. احنا ممكن، بصي انا دايما بحس انه ايه، البنت او الست لو عايزه طلب الطريقه، والله العظيم بجد، حبيبتي وبتجيب نتيجه والله. صح طبعا، الطريقه والوقت دول اهم حاجه. لو دخلتي ند بند مش توصلي لحاجه، صح، لان خلينا متفقين في الاول في الاخر كلمته هي اللي هتمشي صح، يعني. خلينا احنا برضو متفقين ان متفقين. المركب لازم يبقى ليها رئيس واحد بس في بالظبط. مستشار، هي المستشار. بالظبط. بس حلو. خلينا متفقين ان الراجل كلمته كده هي اللي بتمشي، فليه تنكدي على نفسك لما ممكن تلعبيها بذكاء. حلوه قوي، اسمعوا بقى الحته بتاعت الذكاء اشكي اللي هتقولها دي، حاساها هتطلع حاجه خطيره. انا طالعه من العيد بايه؟ بتوقع فظيع. كل ده عشان اسبوع اجازه دي كده اسبوعين بعد كده. ايه بقى انه ازاي مثلا تلعبها بذكاء؟ يا حبيبي يعني انت وحشني وما بقعدش معاك كتير، وتقول عارف اللي هو النحنحه دي يا بتجيب نتيجه يا والله. سيدي يا والله سيدي بدل ما انت مش هتشوفهم يعني ندوه هشوفهم تاني. حلو قوي الكلمتين دول، انا هاخد الكلام ده من اشكي، هو صح جدا. الوقت والطريقه، وزي ما قلت لك ما تفقديش طاقه الانوثه بتاعتك علشان انت بتدبدبي في الارض وعايزه حاجه وهو ما بيسمعهاش. اول حاجه البارت بتاع الحكومه، انك مسمي مراتك الحكومه وان هي تشوف من صحابك ايه يا عم الحكومه هتعمل لك. الغلط ده مش غلط في كرامه مراتك خالص، لان اكيد مش كل اصحابك عارفين اسم مراتك، يعني ممكن مكان مثلا يكون اسمها مي بس كل الناس بتقول مرات احمد كذا، مرات احمد دي نكديه قوي، ده مرات احمد دي منكده عليه. واحنا كنا قلنا قبل كده وات ايفر ات از اللي بينك وبين مراتك، ليه تروح ترمي على اصحابك؟ هتقولي ما اصحابي هم اللي بيحكوا. يا عم خليك انت راجل عندك كرامه وشرف، يعني انا مش عايزه اتكلم اكتر من كده في البارت ده عشان الناس هتزعل مني ويقولي ايه يعني كلمه حكومه دي مش كلمه عيب لما اقول على مراتي نكديه، لما اقول. طب هل انت تقبل فعلا زي ما اشكي كانت بتهزر انها تسميك الحرامي؟ ما انت بتسرق عمرها وبتسرق مشاعرها وبتسرق كل ما ميك سنس، هلاقي الكل غلط. تبرير رهيب جدا. تاني حاجة بقى، بغض النظر عن موضوع الحكومة او لا، كلمة لحد ما منعته ينزل مع اصحابه، انا مع احترامي الشديد لهذا الرجل وليكي طبعا، يعني ايه ست تمنع جوزها انه ينزل مع اصحابه؟ يعني ايه انا هو انا ايه يا جماعة؟ ده انا لو امه وهو كبر بقى خلاص في الجامعة ما ينفعش امنعه. يعني ايه انا منعت جوزي من انه ينزل مع اصحابه؟ انا بقى قلت له انت مش هتنزل مع اصحابك النهارده وفي الاخر ما قالي لا هم مهمين.
اسلوب الخناق والشد والجذب ده هيعمل نفس الحاجه بتاعه انه لا بقى ده انا اصحابي اهم. ليه هيشوف صحابه اهم؟ عشان ما بينكدوش عليه وبيقفشوا فيه لو هو معاكي، لكن معاكي هو عنده مسؤوليه البيت والعيال والفلوس والمصروف. في حاجات الستات بتفتكرها ميزه للرجاله فبتحاول تمنعها عنهم، زي خروجه. خروج جوزك من البيت ميزه ليكي انت كمان قبل ما يكون ميزه لجوزك. لو انت اللي قلتي له اه طبعا يا حبيبي جو اون، بس مش مثلا هو انت كل مره تسيبني قاعده لوحدي بين اربع حيطان، ما تقلليش قيمتك يا روح قلبي. كويس حبيبي ان انت هتخرج النهارده مع اصحابك ساعتين، عشان انا كان عندي حاجات كتير قوي عايزه اعملها في البيت، وصاحبتي مكلماني عندها مشكله فظيعه، ممكن اجيبها تقعد معايا الساعتين دول. ميك يور سيلف بيزي، بدل ما تمسكي في ديل الجاكيته وما تخرجش مع اصحابك، ما ينزل مع اصحابه. بس بالاكتريه كتير دي في اول سنه جواز، بعد شهرين ثلاثه جواز انت بتخرج كل يوم وبتقول لها لا صحابي اكيد اهم والرجاله كلهم كده، مع احترامي الشديد يا فندم لا الرجاله مش كلهم كده. والراجل اللي بيبقى مش مشتاق طول الوقت انه يقعد مع مراته او يسافر تبقى مراته موجوده او محتاج تتست الحب بتاعك ليها هنا، لان مفيش راجل بيحب واحده، احنا دايما متفقين حب الرجاله اقوى بكتير لما بيحب واحده. بس الراجل لما بيحب واحده تقول له ماله يا حبيبي سافر مع اصحابك، اول ما بيوصل السفريه وبيشوف بحر وجو حلو بيبعت يقول لها المكان ناقصك. فانت لازم تديله السبيس دي عشان تعلي قيمتك انت، مش عشان هو يبقى احسن. لكن في الكيس اللي احنا فيها بتقول حكومه وبتخرج كل يوم وبتعمل مش عارف ايه، لا دي ستوبر، وقولي له احنا محتاجين نقعد ونتكلم بهدوء وبادب. انت بتعمل 1 2 3 4 وده مش اكسبتد بالنسبه لي. لما مراتك يتقال عليها حكومه فدي اهانه ليك مش اهانه ليا. وطبعا ما خافيه كان اعظم، اكيد كلمه حكومه دي مش الوحيده يعني. يعني حاسه كل الناس هتتفرج عليا يقول ما انا بقول كده برضو. فيعني this is من الناحيتين الصراحه، من الطرفين.